انا المحافظه جت ضربت عمدان المبنى ووقعت السقف الخرساني في 2022، ولسه المبنى زي ما هو غير صالح للحياه. هو التصالح بيسمح لي اهد وابنيه من جديد، احلال وتجديد يعني كده؟ لا، مفيش في التصالح احلال وتجديد، لكن لو العمدان ما زالت قائمه يروح يقدم على التصالح يقدر يكملها، يكمل الدور اللي هو بيتكلم عليه. اشتريت سطح عمارة العمارة في الشيخ زايد، كان المفروض ابني على 25%، انا بنيت على كل السطح، ينفع اتصالح؟ ينفع. انا من مدينة فوة في كفر الشيخ ومعايا ارض طرح نهر ملك وزارة الري، بدفع لها مقابل حق انتفاع، وانا بنيت عليها مبنى غير مكتمل عمدان فقط، هل يتم التصالح؟ لو دخلت في المحظور طبقا لقانون حماية نهر النيل، لا مش هيعرف يتصالح، هيروح وحسب هو فين، والمسافات دي حاجات هتتقاس على الطبيعة بقى. ما هي دي حاجات لازم هتتعاين. بس دي من المحظورات التلاتة. ما هي دي محظورات، لكن لو هو بره المحظور ده يقدر يتصالح. أنا عندي بدروم في عمارة أهالي عملته حضانة أطفال، ينفع أتصالح عليه ولا لأ؟ لا، في القانون ده لأ. القانون اللي فات كان ممكن. عندي بدروم في عمارة برضو في الحي السابع 6 أكتوبر، في أسرة أجرته مني سكني، ينفع أتصالح ولا لأ؟ في القانون الجديد لأ. مليون أسرة طبعاً، أنا جالي كتير عن المليون أسرة، الإحلال والتجديد بعد التقدم بطلب التصالح؟ بره القانون، بره هذا القانون. احنا اتكلمنا يعني ما فيش احلال وتجديد في قانون التصالح. لا، التصالح على مخالفات قائمة حاليا. بس ممكن نرجع لوزارة الزراعة، يعني وزارة الزراعة ما وعدوا ان هم يعني في اللجنة احنا ناقشناهم وقالوا ان هم هيتصدوا للموضوع ده وهيطلعوا رخص للاحلال والتجديد، لان الملف ده مش تبع الاسكان، ده تبع وزارة الزراعة. احلال وتجديد على الارض الزراعية، الرخصة تأتي من وزارة الزراعة.